عقد قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اجتماعا تشاوريا بالمقر البابوي لبحث الأحداث التي جرت بدير السلطان بالقدس، وذلك مؤخرا أعربت الكنيسة في بيان عقب الاجتماع عن رفضها لكل الوسائل والطرق التي تسعى إلى تزييف الحقائق التاريخية لهذا الدير العريق، مؤكدة أنها تتمسك بحقوقها كافة وستسلك كل السبل القانونية إلى أن تستعيد هذه الدير المغتصب. نشدت الكنيسة القبطية السلطات والمحاكم الإسرائيلية تنفيذ الأحكام القضائية السابق صدورها والتي تؤكد ملكية الكنيسة لهذا الدير وضرورة تسليمه لها، مضيفة أنها لن تسمح بالمساس بحقها في ملكية الدير تحت أي ظرف أو مبررات، موضحة أن أساليب المراوغة وفرض الأمر الواقع لن تجدي نفعا أمام حقها التاريخي في هذا الدير.